بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم عوفية على القناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم لمحبي الحوت، وصفة هايلة درتها لكم في الفرن مع البطاطا، ورافقتها كذلك مع روز أبيض. وبلا ما نطول عليكم نبدأ مباشرة في المقادير، نتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة. أول حاجة نحتاج حوت نظفه أغسلوه جيدا، نحتاج معه زوج حبات بطاطا ورقة رن وثلاث حبات طماطم وفلفلة حلوة وحبة بصل خضراء وزوج فصوص ثوم كبار وفلفلة حارة. نبدأ أول حاجة في صينية اللي تدخل الفرن، نحطوا الطماطم واثنين إلى ثلاث ملاعق أكل زيت زيتون وملعقة مش معمرة مليح طماطم مصبرة، ونضيف لها كذلك ملعقة صغيرة هريسة اللي يحب الحار طبعا وملعقة مطرد، نخلطهم مع بعض وراح نزيد نضيف عليهم كذلك ملعقة إلى ملعقتين من الزيت العادي، نخلطهم مليح. ونحتاج كذلك زوج فصوص ثوم، الفصل الاول راح نقطعه دوائر كما راكم تشوفوا والفصل الثاني نربيه، وهنا الفصوص تاع الثوم كما راكم تشوفوا راهم كبار، يعني ديروا اذا عندكم ثوم متوسط ديروا حتى 4 فصوص ثوم، يعني الحوت كما تعرفوا يحتاج الثوم او يحب الثوم. نضيفوا لهم كذلك كميه من الفلفل الحار، كما قلت لكم الحار اختياري، ما تكثروش ديروا شويه ونخلو شويه للتزيين. وللبهارات نحتاجوا شويه ملح، شويه كمون اخضر، شويه فلفل كحل، شويه بابريكا حار وبارد، ونضيفوا لهم كذلك نصف ملعقه صغيره كركم وشويه زعفران. هذو هما المكونات، نخلطهم مليح مع بعضهم. بعد ذلك راح نبداو نحطو الحوت هو الاول، نحاولو ندخلو فيه هذيك الصلصه او التتبيله، ونزيدو نضيفو البطاطا. كيما راكم تشوفو البطاطا قطعتها دوائر رقيقه، يعني ما تخشنوهاش، كيما تعرفو البطاطا شويه تطول في الطياب مش كيما الحوت، اذا ديروها رقيقه. نخلطوهم كامل مع بعض، نحاولو ندخلو التتبيله كامل في البطاطا وفي الحوت بهذه الطريقه. بعد ذلك نحطو طبقة البطاطا هي الأولى ثم الطبقة نتاع الحوت. بعد ذلك نحتاجو حبة من عصير الليمون، راح نزيدو نضيفوها من فوق، تقدروا تضيفوها في الصلصة من داخل ولا تصبوها يعني من فوق كيما تحبوا هكذا، ونزينوها بشويه خضار اللي بقات، شويه فلفل حلو وشويه بصل اخضر وفلفل حار اختياري وريقه الرند، ونزيدو كذلك نرشو عليها شويه بهارات، شويه ملح، شويه كمون اخضر وشويه فلفل كحل. وهذه هي طاجين الحوت، راهو حاضر معنا او حوت في الفرن او كيما تحبوا تسموه سموه، المهم طاجين حوت في الفرن. ونحطوه في فرن يكون مسخن من قبل على 180 درجة، ونغطوه بورق الطهي أو بابي كويسون، ولمدة الطهي نتاعو بين 15 إلى 20 دقيقة، نتوما على حساب السمك نتاع البطاطا، كيما تعرفوا البطاطا تطول شوية في الطياب مش كيما الحوت، الحوت ما يحتاجش 10 دقائق، 4 ساعة ماكسيما. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وراح نرافقوها كيما قلت لكم بروز ابيض، روز ساهل وخفيف، نحتاج فيه شويه زيت وملعقه صغيره سمن ولا زبده واش عندكم، ونضيفوا كذلك نصف ملعقه من الشحمه اللي كنت درتها معكم سابقا متبله، ونضيفوا لها ورقه الرند وحبات من الهيل، ونزيدوا لها كذلك فص ثوم اغسلوه مليح وخلوه هكذاك بالقشره نتاعو، ونحطو كمية من البصل الأخضر، راس بصل أخضر متوسط. والبهارات كذلك نحتاجو شوية ملح، شوية بهارات خاصة بالمرق الأبيض، وشوية فلفل كحل. ومن جهة ثانية كنت درت كيلة روز، درت كاس صغير نتاع روز، غسلتو جيدا وخليته، كما تعرفوا راني درتو يعني طبق مرافق للحوت فقط، تقدروا ما ديروهش. نحطو الصلصة أو التتبيلة نتاع الروز تتقلى على نار خفيفة، ونضيفو لها كذلك الروز ونخلوها تتقلى تقريبا 2 دقائق مع بعض،
ومن جهة ثانية كنت حطيت الماء يسخن زوج كيلات ماء. كما تعرفوا دائما الروز كيلة روز بزوج كيلات ماء سخون. بعد ما تتقلى مليح نضيفوا هذاك الماء ونقصوا لها النار ونخلوها تطيب على مهل، يعني حتى ينشف هذاك الماء كامل ويكون الروز تاعكم حاضر. هكذا كما راكم تشوفوا خلوها حتى تبدا تهز الغليه وغطوا عليها ونقصوا النار وخلوها تطيب. هذه هي، وكما راكم تشوفوا هنا راهي طابت حتى تشوفوا يعني السوائل نشفت خلاص. نغطوها وخلوها تبرد تماما ونروحوا نشوفوا صينيه الحوت راهي طابت كما راكم تشوفوا وريحتها والبنه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انكم تجربوها. طبق هايل خفيف ظريف سريع، كما تعرفوا احنا دائما نحبوا الحاجه اللي تكون سهله. ثم توجد. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انكم فتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبارطاجوا لتعم الفائده، وانتظروني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.